اذكر طريقة يصالح فيها الزوج زوجته. عافيه. خلينا نشوف الآن. هدايا. الهدية. الهدية. نعم. بس شلون هدية؟ يعني هدي لازم هدية ثمينة. يعني مثلا تجيبها سيارة يا ابويا. يعني خلينا نشوف. أسامة. شو تسوي شكلك؟ الإحسان، الإحسان إلها. ها؟ الإحسان إلها مثلا. الإحسان؟ الإحسان، الإحسان مثلا. الإحسان؟ طبعا نفهم الإحسان. إذا تفضل الزوجة. هدية ثمينة. اذكر طريقة يصالح فيها الزوج زوجته. شو تقولين ست جنان؟ الاعتذار. يا سلام. الاعتذار. الاعتذار. نعم. اختي انه يوعدها بعد ما يكررها مرة ثانية. اها. ان يوعدها بعدم تكرار الخطأ. وهذا خطأ. استاذ رياض اذكر طريقة يصالح فيها الزوج زوجته. العراقية تقبل بشيء واحد. شنو؟ دعوة للعشاء. أهم شيء تدق ال. الله 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 الله. زين عشاء مال شنو؟ قال هي 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 هي. عزومة مطعم. ها؟ طلعها. عزومة بمطعم. خلينا نشوف هسه. سفر؟ سفر. يعني ياخذها وياه سفرة. خلينا نشوف. سفرة. ست جنان شو تقولين؟ العاطفة. العاطفة يعني احتضانها تقبيلها. خلي نشوف شو يقولون. موجود لو ما موجود. هذا زوج فاشل. خلي نروح نشوف. خلي نشوف الزوج الفاشل هناك. اذكر طريقة يصالح فيها الزوج زوجته. تبضع في المولات. يعني اخذها ابنتها تبضع بالمولات. تبضع. أيه. التبضع. خلينا نشوف التبضع موجود. التبضع. خطأ. مبروك لعائلة الركابي. 320 242. ها أسامة ماكو شيء. عبالي رحت تقولها ليش ما قلت الحصان. لا لا مو. خلينا نشوف.